اسمح من رحيم لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. ننتهي من قصة شامة ومدرستها، ثم ننتقل إلى نظامي لبيت، ثم الحوار التالي. مومونج با ما سالاد، جو فيان دو لا غاماسي. جو فيان دو لا غاماسي. مومونج با ما سالاد، جو فيان دو لا غاماسي. موا جي بيان فا، اي جو نتخوف كو سيت سالاد. Ne mange pas ma salade. Je viens de la ramasser. Ne mange pas ma salade. Je viens de la ramasser. Moi j'ai bien faim. Et je ne trouve que cette salade. Moi j'ai bien faim. Et je ne trouve que cette salade. Mais où sont tes carottes? Mais où sont tes carottes? Je n'ai plus de carottes. Je n'ai plus de carottes. Et dans la chatte? Mais si! Elles sont là-bas, dans le panier. Mais si, elles sont là-bas, dans le panier. Et dans le panier, que veut faire le lapin? Que veut faire le lapin? Que veut, yani madayurid? Hada le verbe vouloir, yani arada. Que veut, madayurid? Faire. Tabat halte en arafu b'anna faire, yé fa'ala, amala, ila akhiri. Et dans que veut faire, madayurid, fi'la. أو ماذا يريد يفعل؟ إذا المقصود ماذا يريد أن يفعل؟ لولابان يعني الأرنب. إذا ماذا يريد أن يفعل الأرنب؟ كوفو فار لولابان. أو نقول كوفي لولابان. ماذا يفعل الأرنب؟ كوفي لولابان. كوفو فار لولابان. ماذا يريد أن يفعل الأرنب؟ كوفي لولابان. ماذا يفعل الأرنب؟ إذا الجواب تقريبا غيكون نفسه. إذا كوفو فار. كوفو فار لولابان. ماذا يريد أن يفعل الأرنب؟ Le lapin veut manger la salade. Le lapin veut manger la salade. Al-arnab yurid an yakula as-salata. Que fait le lapin? Idan sanakul, le lapin mange la salade. Al-arnab yakul as-salata. Taban imkana akala. L'halal yadnana, huwa yurid an yakula. Idan al-aqrab tabat l'halal qissa, le lapin veut manger la salade. Ou bien, le lapin veut manger la salade de la tortue. يعني أن الأرنب يريد أكل سلطة السلحفاة. إذن كيف فعل لابان؟ لابان هو مانجي لا سالاد دو لا تورتي. إذن الأرنب يريد أكل سلطة السلحفاة. كي بارل أو لابان؟ كي بارل أو لابان؟ من الذي يتكلم للأرنب؟ إذن بيان سور سي لا تورتي. كي بارل أو لابان؟ سي لا تورتي. إنها السلحفاة. أو بيان سي لا تورتي. كي بارل أو لابان؟ إنها السلحفاة التي تتكلم للأرنب. كيس كيليا دون لو باني؟ كيس كيليا دون لو باني؟ ماذا هناك في السلة؟ لو باني هو السلة. لو باني يعني السلة. إذن كيس كيليا دون لو باني؟ ماذا هناك في السلة؟ إذن ما الجواب؟ إذن كما نرى بأن السلحفاة قالت لي الأرنب اذهب لتأكل جزراتك، يعني أنت ستأكل جزر وليس السلطة. هو قال لها ليس لي جزر. إذا لاشات يعني القطة. ميسي إل سون لابا دون لو باني. بلى عندك جزر. بلى عندك جزر في سلتك هناك. هناك إذا بطبيعة الحال كيس كيليا دون لو باني؟ ماذا في السلة؟ بيان سور دون لو باني في السلة إليا دي كاروت. دون لو باني إليا دي كاروت، يعني في السلة هناك جزر. إذا ممكن أننا نطرح السؤال بصيغة أخرى بقصد آخر، فنقول مثلا أو سون لي كاروت دو لابان. أو سون لي كاروت دو لابان، أين هم جزرات الأرنب؟ إذا في الأول سولنا على شنو كاين في السلة، شنو قلنا؟ كيس كيليا دون لو باني. إذا حنا ما عرفناش شنو في السلة. إذا سنقول ماذا؟ كيس كيليا دون لو باني. إذا فيكون الجواب دون لو باني إليا دي كاروت، يعني في السلة هناك جزرات. في الحالة الثانية تنسولو على فين كاين الجزر؟ فين كاين الجزرات؟ في الحالة الثانية نسأل عن أين هي الجزرات؟ في السؤال الأول نسأل عن ماذا يوجد في السلة، وفي الحالة الثانية نسأل عن أين هي الجزرات. فالسؤالان تقريبا يصبان في نفس المنحة. كيس كيليا دون لو باني؟
ماذا يوجد في السلة؟ إذا سنقول دون الباني إليا دي كاروت. في السلة هناك جزرات. أو سون لي كاروت دي لابان؟ أو سون لي كاروت دي لابان؟ أين هم جزرات الأرنب؟ إذا سنقول ماذا؟ لي كاروت دي لابان سون دون الباني، يعني أن جزرات الأرنب هي في السلة. لي كاروت دي لابان سون دون الباني، يعني أن جزرات الأرنب هي في السلة. Ne mange pas ma salade. Je viens de la ramasser. Ne mange pas ma salade. لا تأكل سلطتي. Ne mange pas ma salade. هنا أمرنا. Mange يعني كل. Ne mange pas. لا تأكل. Ne mange pas ma salade. لا تأكل سلطتي. Je viens de la ramasser. طبعا الحال هنا عندنا le verbe venir. Le verbe venir. لوجاء. هنا ما يمكنناش نفسروها. أنا أتيت. لأجمع طبعا الحال غامسي هي جماعة أو التقط. فينير تيجي بمعنى جاء، يعني ملي تيكون بوحدو، ولكن ملي تيجي مورا فعل آخر تيجي كشبه مساعد بحال أتخو أفواغ، تيساعدنا باش يكون عندنا واحد زمان آخر. إذا عندنا هنا فينير غامسي، عندنا هنا جو فيان غامسي. هنا بطبيعة الحال اللي تيتصرف هو لو فينير، أما غامسي تيبقى هكذا ما تتصرفش، تيبقى ألا انفينيتيف. ولكن هاد الصيغة أشنو تتفيد لنا؟ تتفيد لنا بأنني جمعتها للتو، يعني فقط قبل لحظات أنا جمعتها. جو فيان دو لا غامسي. إذا ملي تيكون عندنا لو فيغ فونيغ زائد فعل آخر يعني ألا انفينيتيف كما عندنا هنا، فهذا تيعني بأن الفعل الثاني بحال عندنا أنا غامسي، هذا مصرف واحد الزمان اللي تيتسمى لو باسي ريسون. لو باسي ريسون يعني الماضي القريب، ماضي ولكن قريب قبل لحظات تم الفعل. جو فيان دو لا غاماسي يعني انني جمعتها قبل لحظات. اذا هذا الجمع هل هو في الحاضر؟ هل هو في المستقبل؟ طبعا هل هو في الماضي، ولكن اي ماضي؟ هل هو ماضي بعيد؟ بالعكس هو ماضي قريب. اذا دائما عندما نريد أن نعبر عن فعل ما بأنه تم قبل لحظات، إذا نستعمل لو باسي ريسون، وبالتالي نستعمل لو فيغ فونيغ الذي يصرف طبعا الحال مع الفاعل، الذي يصرف طبعا الحال تبعا للفاعل، ثم نكتب بعده الفعل الذي يراد في الحقيقة أن يكون في الزمن. مثلا إذا أردت أن أقول بأنني خرجت للتو، أنا خرجت قبل دقيقة، قبل نصف ساعة، أو قبل ساعة، إذا ماذا سأقول؟ جو فيان دو سورتيغ. إذا الفعل اللي في الحقيقة المستهدف هنا هو لو فيرب سورتيغ. هذا الفعل المستهدف هو لا يصرف، لكن طبعا الحال الذي يصرف هو لو فيرب، هو لو فيرب فونيغ. إذا إل فيان دو سورتيغ يعني هو خرج للتو. إل فيان دو سورتيغ هو خرج للتو. Nous venons de manger. يعني نحن أكلنا للتو. إذا الذي يصرف هو الفعل venir. الذي يصرف هو الفعل venir. أما الفعل الآخر فيبقى على انفينيتيف. إذا je viens de la ramasser المقصود به أنا جمعتها للتو. عندنا الفعل غامسي مصرف في لو باسي ريسون، يعني في الماضي القريب. إذا ماذا قالت السلحفات؟ Ne mange pas ma salade. لا تأكل سلطتي. جو فيان دو لا غاماسي، أنا جمعتها للتو، أنا جمعتها قبل لحظات، فلماذا تأكلها أنت؟ أنا التقطتها وبذلت مجهودا لأجمعها، فلماذا تأكل سلطتي؟ نو مونج با ما سالاد، جو فيان دو لا غاماسي. إذا كو فو دير غاماسي؟ ماذا تعني كلمة غاماسي؟ كو فو دير غاماسي؟ إذا تيمكن لنا نفهمها من خلال أمثلة. نقول مثلا غاماسي لي زافير، يعني اجمعوا الأدوات أو التقطوا أدواتكم، مقصود اجمعوها. غامسي لي زافير أو بيان غامسي لي كي. إذا الأستاذ عندما يقول لك غامسي لي زافير المقصود اجمعوا أدواتكم، أو بيان غامسي لي كي يعني اجمعوا دفاتركم، أو بيان غامسي لي زاردواز أو بيان لي ليفغ يعني اجمعوا اللوحات أو الكتب. إذا نو مونج با ما سالاد، جو فيان دو لا غامسي. Que dit la tortue au lapin? Que dit la tortue au lapin? ماذا قالت السلحفاة للأرنب؟ Que dit la tortue au lapin?
إذن الجواب هو نو مونج با، نو مونج با ما سالاد، جو فيا دو لا غاماسي. إذن هذا هو الجواب. أو نقول لا تورتي دي أو لا بان نو مونج با ما سالاد، جو فيا دو لا غاماسي. طبعا ترسيخ هاد العبارات وهاد الكلمات هو في إعادتها، يعني علينا أن نعيد هاد العبارات حتى نتدرب عليها. Ne mange pas ma salade, je viens de la ramasser. Ne mange pas ma salade, je viens de la ramasser. إذا طبعا الحال نعيدها ببطء ثم نتدرب على إعادتها شيئا ما سريعا. إذا ne mange pas ma salade, je viens de la ramasser. وأحيانا طبعا الحال نضطر إلى تقسيم الجملة، بل أحيانا إذا كانت الكلمة صعبة شيئا ما نضطر أحيانا إلى تقسيم الكلمة إلى دي سيلاب. مثلا ممكن أننا نقسم الكلمة إلى مجموعات لفظية ثم نجمع هذه المجموعات حتى طبعا الحال نتدرب على نطق الكلمة بشكل عادي. إذا نو مونج با ما سالاد جو فيان دو لا غاماسي. لو لابان موا جي بيان فان إي جو نو تخوف كو سات سالاد. موا جي بيان فان إي جو نو تخوف كو سات سالاد. جي بيان فان يعني أنا شديد الجوع، هذا هو المقصود. Et je ne trouve que cette salade. ولم أجد إلا هذه السلطة. الأرنب هنا لم يقل Et je ne trouve pas de salade. أنا لم أجد السلطة. يعني أنه لم ينفي وجود السلطة بالمرة، بل أنه نفى وجود ما يؤكل إلا هذه السلطة. إذا ماذا قال؟ Moi j'ai bien faim. Et je ne trouve que cette salade. أنا جوعان بشكل شديد ولم أجد إلا هذه السلطة. Moi j'ai bien faim. Et je ne trouve que cette salade. Avoir faim. عندنا avoir. وعندنا من بعد منه اسم. ما معنى هذا؟ أن هاد avoir تفيد لنا الملكية. طبعا الحال الملكية تكون في أشياء ملموسة. هنا تفيد لنا ملكية معنوية. يعني ملي تنقول جي بيان فان، جي فان. أنا مثلا جي فان، أنا عندي جوع. ماشي بحال في اللغة العربية نقول أنا جائع. يعني بحال تنوصف راسي بأنني جائع. هنا فاه هذا اسم، هذا يعني الجوع. إذا ملي تنقولو جي فاه يعني أنا عندي جوع، بحال تنقول أنا عندي قلم أو عندي مسطرة. إذا بطبيعة الحال أفواغ فاه، عندنا أفواغ هنا تفيد أيضا الملكية، بحال لا ملكية معنوية. إذا موا جي بيان فاه يعني أنا عندي بشكل جيد جوع بمعنى آخر. إي جو نو تخوف كو سات سالاد، ولم أجد إلا هذه السلطة. إذا عندنا avoir faim يعني أن يكون لك جوع. إذا avoir faim je n'ai pas mangé depuis plusieurs heures. أنا لم أكل منذ عدة ساعات. j'ai faim أنا جوعان. أو نقول مثلا le lapin n'a pas mangé depuis longtemps. le lapin n'a pas mangé depuis longtemps يعني أن الأرنب لم يأكل منذ وقت طويل. longtemps يعني وقت طويل. كما نلاحظ بأن الكلمة أنها تتضمن كلمتين، كلمة لون يعني طويل، طون يعني الوقت. إذا لونطون كمان نتكلم عن وقت طويل. إذا لو لابان نا با مانجي دوبوي لونطون يعني الأرنب لم يأكل منذ زمان طويل. إل أ تخي فان، إل أ تخي فان، إل أ تخي فان، إل أ تخي فان يعني أنه هو جوعان بشدة. إذا هو عنده بشدة جوع، يعني أنه جوعان بشكل كبير. عندنا لو فيرب تخوفي، تخوفي يعني وجد. لو فيرب تخوفي، تخوفي يعني وجد. إذا نقول مثلا جو سيرش بارتو ما راجل، أنا بحثت في كل مكان ماذا؟ مسطراتي، المقصود عن مسطراتي. جو سيرش بارتو ما راجل، أنا أبحث في كل مكان مسطراتي، المقصود أنا أبحث في كل مكان عن مسطراتي. جو نو لا تخوف با، Je ne la trouve pas. أنا لم أجدها. الأصل هنا Je ne trouve pas ma règle. Je ne trouve pas ma règle. هذا هو الأصل. طبعا الحال حتى لا نعيد كلمة ma règle، إذا سنقول ماذا؟ Je ne la trouve pas. أنا لم أجدها. طبعا الحال هنا عندنا لا نيغاسيون. عندنا هنا لا نيغاسيون. ولكن ممكن أنني أقول Je cherche partout et je ne trouve que mon stylo. وأنا لم أجد إلا قلمي مثلا. ك جو نو تخوف ك. إذا بحال اللي عندنا حنا
Je ne trouve que cette salade. أنا لم أجد إلا هذه السلطة. إذن هذا نوع أصلا ديال النفي، لكنه نوع آخر. إذن نتكلم عن لا نيغاسيون، يعني النفي. طبعا الحال لا نيغاسيون في أنواع، منها هذه. إذن أقول Je ne trouve pas، يعني أنا لم أجد. مثلا Je ne trouve pas ما غاقل، أنا لم أجد مسطرتي. وممكن أنني أقول مثلا بحال عندنا أنا Je ne trouve que cette salade. أنا لم أجد ثم أستثني que cette salade، إلا هذه السلطة. إذن Moi j'ai bien fait et je ne trouve que cette salade. Moi j'ai bien fait et je ne trouve que cette salade. Que dit le lapin à la tortue? Que dit le lapin à la tortue? Que dit le lapin à la tortue? ماذا قال الأرنب للسلحفاة؟ إذن الجواب هو Moi j'ai bien fait et je ne trouve que cette salade. Ou bien le lapin dit à la tortue Moi j'ai bien fait et je ne trouve que cette salade. La tortue Mais où sont tes carottes? Mais où sont tes carottes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des carottes. Ce sont des carottes. Voilà, ce sont des carottes. Mais où sont tes carottes? ولكن أين هي جزراتك? Mais où sont tes carottes? Comme exemple, on peut se demander où est ton cahier? أحيانا نتساءل أين هو دفترك? Où est ton cahier? إذن الجواب مثلا Il est sur la table. Il est sur la table. Où sont les élèves? Où sont les élèves? Ils sont en classe. Idem. La tortue demande ou le pain. Mais où sont tes carottes? Mais où sont tes carottes? Le lapin va répondre. J'en ai plus de carottes. J'en ai plus de carottes. Leïseli Jazar. Mais où sont tes carottes? J'en ai plus de carottes. J'en ai plus de carottes. Mais où sont tes crayons? Où sont les crayons? J'en ai plus de crayons. Où sont tes crayons? Où sont tes crayons? J'en ai plus de crayons. Et donc, on a un autre mot qui est la négation, c'est le nafi. C'est ne plus. Ra'ayna qabla qalil, ne pas. Je ne trouve pas la règle. Aydan, je ne trouve que. Je ne trouve que cette salade. Idem, ne que, ne pas, n'adma, ne plus, ne plus. Je me souviens bien. يعني أنه لم يعود عندي. يعني أنه كان ولم يبقى. Idem, الأرنب هنا ماذا قال? J'en ai plus de carottes. يعني أنه كان عندي الجزر وما بقاش. يعني أنه كان عندي جزر ولم يعد عندي. Idem, j'en ai plus de carottes. هذا نوع آخر من النفي في اللغة الفرنسية. Idem, نتكلم عن Ne plus, ne plus. إذا نقول مثلا je n'ai pas de stylo. يعني أنا ليس عندي قلم. يعني أنفي وجود قلم عندي. ثم عندنا je n'ai que. يعني أنا ليس عندي إلا je n'ai que ce stylo. ليس عندي إلا هذا القلم. ثم عندنا النوع الثالث اللي عندنا هنا اللي هو ne plus. إذا فأقول je n'ai plus de stylo. لم يعد عندي قلم لم يعد عندي قلم إذن je n'ai plus de carottes إذن le lapin je n'ai plus de carottes que dit le lapin que dit le lapin que dit le lapin إذن le lapin dit je n'ai plus de carottes je n'ai plus de carottes إذن la chatte يعني القطة mais si elles sont là-bas dans le panier mais si elles sont là-bas dans le panier ولكن بلا إذن تنشوف هنا واحد النوع جديد ديال الجواب mais si elles sont là-bas dans le panier ولكن بلا هم هناك في السلة إذا ممكن أننا نطرح السؤال فنقول où sont les carottes où sont les carottes إذا كانت هذه الحبات الجزر في سلة قريبة منا نقول ببساطة elles sont dans le panier ممكن أننا نجيب elles sont dans le panier يعني هم في السلة ولكن إذا كانت هذه السلة بعيدة شيئا ما إذا نقول elles sont là-bas dans le panier إنهم هناك في السلة إذا فلنعيد مثلا هذه العبارات elles sont là-bas dans le panier elles sont là-bas dans le panier عندنا كلمات سي إذا
هي تتساوي تقريبا وي، تتساوي وي، وي يعني نعم. ولكن ملي تيكون عندنا سؤال فيه نفي ما تنجاوبوش بوي، ما تنجاوبوش بنعم. فمثلا اذا قال لك شي واحد vous avez appris vos leçons، انت اخذت دروسك، اذا ستقول له وي. vous avez appris vos leçons، انت اخذت دروسك، اذا ستقول له وي. ولكن اذا قال لك vous n'avez pas appris vos leçons، انت لم تاخذ دروسك، ستقول له ماذا؟ سي، يعني بالعكس انا اخذت دروسي. بلى انا اخذت دروسي بمعنى اخر. اذا في حاله فاش يكون السؤال نيجاتيف يعني انه سلبي او يعني في النفي، اذا تيكون الجواب بسي. طبعا الحال اذا كان الامر تتعلق بعكس السؤال، اذا كنت انا فعلا اخذت دروسي ووجه الي السؤال انت لم تاخذ دروسك، يعني سؤال انا، يعني هل انت لم تاخذ دروسك، اذا ساقول ماذا؟ سي. اما اذا قلت وي فالمقصود انني فعلا لم اخذ دروسي. اذا ما سي ولكن بلا. تقول لشخص مثلا tu n'as pas fermé ton livre، tu n'as pas fermé ton livre، انت لم تغلق كتابك. اذا ماذا سيقول؟ il répond mais si، ولكن بلا، j'ai fermé mon livre، انا اغلقت كتابي. j'ai fermé mon livre، انا اغلقت كتابي. اما اذا قال oui المقصود انه لم يغلق كتابه. اذا la chat يعني القطه، mais si elles sont là-bas dans le panier، يعني بلا هم هناك في السلة، يعني بلا على العكس من هذا الطرح. elles sont là-bas dans le panier، يعني هم هناك في السلة. إذا هنا تتدخل القطة. إذا la chat mais si elles sont là-bas dans le panier. إذا que dit la chat au lapin، que dit la chat au lapin، que dit la chat au lapin، ماذا تقول القطة للأرنب؟ إذا الجواب mais si elles sont là-bas dans le panier، أو bien la chat dit mais si elles sont là-bas dans le panier. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.